تشبع حريق مفاجئ في سيارة من نوع تويوتا يقودها المواطن محمد واو في منطقة رميلي شمال مدينة صيدا، وقد نجا السائق بأعجوبة. وعلى الفور هرعت فرق الدفاع المدني من مركز صيدا الإقليمي التي عملت على إخماد الحريق، حيث أتت النيران على كامل السيارة، إشارة إلى أن السيارة المحترقة لم تكن جاهزة بإطفائية حريق. عمل التخبيانة مع كل واحد اثنين ثلاثة أربعة عم بيقضوا معاه. والله